مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد مع الشيف المؤمن في قناة الشيف المؤمن. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم الكرواسون وبتي بان إن شاء الله، والمقادير اللي غنحتاجو في الفينوازري ديالنا غنحتاجو 1 كيلو من الدقيق، 2 بيضات، ملح، سكر، زبدة مدوبة، الزبدة اللي غادي نديرو مع الباط فيلتي ديالنا ان شاء الله حوالي تقريبا 200 غرام، الخميرة الفورية، والماء على حسب الدقيق، نوع الدقيق غادي نستعملو ان شاء الله. دابا نمرو الطريقة باش نخدمو ان شاء الله. دابا غادي ندوب الخميرة ديالي، بسم الله توكلت على الله، غادي نطلق الخميرة ديالي ان شاء الله، نحركها دابا، نضيف الطريقة ان شاء الله، بسم الله توكلت على الله. نبدا بالملحة والسكر اللي هي سنيدة، بعد ما خلطت الكل مع بعض، يعني السكر والملح، على عين نسيت ما قلت لكم الكميه ديال السكر. الكميه ديال السكر استعملت 100 غرام، والملح حوالي 30 غرام. دابا غادي نمر واحد ثاني، دابا نكسر نهرس البيض، ونقوم من بعد ان شاء الله غادي نضيف الخميره ديالي بعد ما طلقات، بسم الله، غنخلط شويه بشويه، غنزيد ليه الماء حتى تجمع ليا العجينة ديالي، خصها تكون رطبة شوية، متكونش قاسحة. دابا غادي نستعمل يدي، ما علينا أن يدي رقية، نبقى نزيد الماء شوية بشوية، نضيف عليها الزبدة ديالنا، الزبدة راه ضايبة. نضيف شويه ديال الماء، المهم هي العجينه ديالنا تجمعات شويه، هي لاباط ديالنا مجموعه، دابا غادي نخدمها على السطح، نخدمها على الرخام واحد شويه. المهم الاخوان، هي الزبده ديالنا كما كتشوفوها، شفتوها هي سرحتها ولا طبلا. دابا غادي ندخل الثلاجه باش تبرد، وقت ما نخدم لاباط ديالي ان شاء الله غادي نجبدها ان شاء الله. يلا مرحبا بكم الاخوان، انا رجعت لكم دابا من بعد ما خرجت العجينه ديالي من الثلاجه، ها هي كما كتشوفوها، شفتوها. دابا غادي ندليها غير بحال هكا، طريقة سهلة، وغادي نرجعها عاوتاني للثلاجة لمدة 10 دقائق ان شاء الله. شتوها، غادي نرجع للثلاجة لمدة 10 دقائق، ودقائق هي العجينة ديالنا، الضغط ديالنا. دابا غادي نوريكم المرحلة الموالية ان شاء الله، نوريكم كيفاش غادي تسخن الماء ان شاء الله. المهم نديرو بحال هكا، يعني هاد الطريقة هادي كنديروها 3 مرات، يعني المرة الأولى ملي كنعجنوها كنحطوها في الثلاجة 10 دقائق،
من بعد كنجبدوها وكنقلبوها كما وريتكم في المرحله الثانيه، وهذه هي المرحله الاخرى ان شاء الله. ايوا يا اخوان جينا لهنا، دابا غادي ندخلها نديرها في بلاستيك. من بعد 10 دقائق الاخوان هي لاباط ديالنا خرجت، كنرشو واحد شويه ديال الدقيق للرخامه ديالنا. نرشو واحد شويه من الفوق باش ما تلصق لينا، نسلح القناتي بوحدهم كما كتشوفوا الاخوان. نجيب هاد القنت هذا لهنا وهذا لهنا. الاخوان دابا غادي ندخل هاد الثلاجة لمدة ساعة، من بعد ساعة لاباط ديالنا ها هي شفتوها، يعني ساعة وهي كاينة في الثلاجة. الطريقة هذه غنديروها ثلاثة المرات، يعني ثلاثة المرات غنديروها الطريقة هذه، يعني ندخلوها الثلاجة ثلاثة المرات. أنا غنوريكم دابا، غندلكوها مزيان يعني كنديرو بحال الطريقة هذه، مدلكوهاش في اللول حتى تقطع ليكم، يعني كتبقى تضربها بحال هكا كتسرح هذه المرحلة الأولى في التسريح. يعني غنديرو دابا مراحل، دابا غادي نطويها وغادي ندخلها الثلاجة، ندخلها الثلاجة لمدة ساعة ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله. اخوان دابا من بعد ساعة انا رجعت لكم، دابا هيا بات فوتي ديالنا كما كتشوفوها، غادي نسرحها المرة الثانية. وانا اصلحها هكا على طول، بات فيتي ديالها هي سرحتها، اسمحوا لي حيت عندي رخامة صغيرة بزاف. دابا غادي نجمعها، شوفوا دابا الاخوان غادي نحطها في الثلاجة لمدة ساعة. بوط فوتي ديالنا هذه هي التسريحة الأخرى، من بعد ما حطيتها في الثلاجة غادي نجمعها وندخلها الثلاجة إن شاء الله. إن شاء الله غدا في الصباح إن شاء الله وغادي نخدمها إن شاء الله. يعني خصنا نحطها في الثلاجة 12 ساعة ولا 11 ساعة على الأقل، 12 ساعة ولا 11 ساعة باش ترتاح، ومن بعد نخدم بها غدا إن شاء الله ونتلاقاو إن شاء الله. السلام عليكم الإخوان، دابا رجعت لكم من بعد 12 ساعة خرجت لاباط ديالي من الثلاجة، هاهي دابا شتوها، يعني خليتها في الثلاجة الليل كلو باش ترتاح. كما كتشوفوا دابا الاخوان هاي لاباط ديالنا واجده سرحتها، شفتوا دابا غادي نقطعها، نقطعها على جوج دابا من النص، ومن بعد هاد النص هذا الاخر نقطعه على جوج.
هذه دابا ندير الكرواسون. هذه نصور منك البسي بان كما كتشوفوا طالات ولا كما كتشوفوا. دابا الكرواسون والبسي بان ديالي من بعد ما قطعتهم دابا حطيت عليهم الشوكولات كما كتشوفوا. دابا غادي نروليهم ان شاء الله. دابا غادي نرولي الكرواسون ديالي كيفاش كنديرو ليها. نقطعهم هنايا كنرولها بحال هكا. دابا الفينواز ديالي دابا غادي ندهنها بالبيض. ندهنهم بالبيض ومن بعد نخليهم يخمروا براحتهم. المهم الاخوان هاي الكرواسون ديالنا والبتي بان كما كتشوفوا. من بعد ما دهنتهم بالبيض دابا غادي نخليهم يخمروا براحتهم. ملي يخمروا الفران ديالي غيكون سخون ومن بعد ندخلهم ان شاء الله للفران. اخوان دابا هي كرواسون بتي بان ديالنا خمرات. دابا ان شاء الله غادي ندخلها للفران. الفران ديالي راه سخون كنشغلها لتحت حتى كطيب ليا كرواسون بتي بان من التحت ومن بعد كنشعل الفوق ونتقيهم من بعد ما تستوي ان شاء الله. ديالي دابا والبتي بان واجدين كما كتشوفوهم الشكل النهائي ديالهم كي دايرين يعني زوينين ان شاء الله غادي يعجبوكم اذا جربتوهم كما كتشوفو. هذا هو الشكل النهائي ديالهم.